تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، شهد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية بمسرح بلدية العين حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ممثلة في دار زايد للرعاية الأسرية التابعة لها، بمناسبة إعلان نتائج جائزة أم الإمارات للأم المثالية في دورتها الثالثة لعام 2012. لقد اهتمت قيادتنا الرشيدة بكافة فئات المجتمع وجعلت الأولوية للاستثمار في الإنسان، وقد نالت المرأة كافة حقوقها، ولما لا وصاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله أم الإمارات. قد ضربت أروع الأمثلة وتبوأت أعلى المراتب ونالت أرفع الأوسمة على مستوى العالم. إنها لا تزال وستزال لا تدخر جهدا لتدعم المرأة على كافة المستويات. حقا إنها الأم المثالية على مستوى العالم، إنها أم الإمارات، أم الخير كله. الآن مع كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها، يلقيها نيابة عنها أو عن سموها سعادة حمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأعمال الخاصة لسمو الشيخة فاطمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 21 من شهر مارس، يوم نعتز به جميعا، إنه يوم الأم، وأنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم نيابة عن صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله ورعاها، والتي لولا دعمها المتواصل لما وصلت المرأة لهذه المكانة الرفيعة. أبنائي وبناتي الأحباء، الأمومة كلمة بسيطة ولكنها تحمل كل معاني الحب. الأمومة مسؤولية ورسالة وعطاء لا ينضب. الأمومة دعوة صادقة للأمل، للمستقبل والنظر إلى الأمام. إنها أعظم هبة خص الله بها المرأة، وكما قال الشاعر: ليس يرقى الأبناء في أمة ما لم تكن قد ترقت الأمهات. إن كل أم في بيتها ترعى أبنائها هي في ذات الوقت تبني وطنها. رسالة الأم ليست قليلة الشأن. ها أنتم ترون حضارة بلادنا تزدهر وتزهو، ترون مكانة الإمارات بين دول العالم. لقد قامت هذه الحضارة بسواعدكم وأخلاصكم. كل فرد في المجتمع يؤدي واجبه بحب وإصرار. الوطن كلمة جامعة، ولكنها ليست كأي كلمة، فالوطن عطاء بلا حدود، مسؤولية ورسالة، هدف وطريق وعمل لا ينتهي. وأنتم يا أبنائي وبناتي أبناء هذا الوطن، أدعوكم للاجتهاد والتسلح بالعلم والإخلاص بالعمل. الوطن يحتاج لسواعدكم، فلا تدخروا جهدا لخدمته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات، منها عرض فيلم وثائقي عن الجائزة منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2010، وفيلم وثائقي آخر عن مشروعات الدار وبرامج الرعاية التي تقدم لتلك الفئة من فئات المجتمع. الشيخ هزاع بن طحنون النهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أمهاتنا الفاضلات، أبنائنا وبناتنا من دار زايد للرعاية الإنسانية، أيها الحضور الكريم، بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ودار زايد للرعاية الأسرية، نرحب بكم في هذه المناسبة الجميلة والغالية على قلوبنا جميعا، جائزة الأم المثالية، والتي تقام تحت رعاية كريمة من أمنا أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله. الأخوة والأخوات، حضورنا الكريم، دولة الإمارات والحمد لله وبفضل من الله وبقيادتها الكريمة ممثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اهتمت بالأسرة بشكل عام وبالمرأة وبالأم بشكل خاص، لأنها هي نواة المجتمع. فكان هناك الحرص الشديد من القيادة الكريمة في تعليم بناتنا وأمهاتنا التعليم الجيد وتقبل مساهماتهم المجتمعية، وكذلك أيضا مكافأة هذه المساهمات بما من تقدير ومن جوائز. وما هذه الجائزة إلا دلالة واضحة على أن قيادتنا الرشيدة والحمد لله، وجائزة أمنا الأم الفاضلة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلا جزء من هذا التكريم وهذا التقدير لأمهاتنا في دار زايد وخارج نطاق دار زايد وفي الإمارات بشكل عام. دار زايد للرعاية الأسرية والحمد لله أيضا تفتخر بالاهتمام والرعاية الذي يوليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، ومتابعته الدؤوبة لأعمال وأنشطة الدار، ومتابعته تربية أبناء وبنات الدار بشكل كبير، ودعمه اللامحدود الذي يقدمه لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ودار زايد للرعاية الأسرية. الأخوة الحضور، هذه المناسبة الإنسانية النبيلة ألا وهي جائزة أم الإمارات للأم المثالية تجسد حبنا وتقديرنا لأمهاتنا وأمنا الغالية، أخلصت وعملت وأصلحت لصالح أبنائها. أود أيضا في نهاية هذه الكلمة أن أشكر كل من ساهم في ابتداع هذه الجائزة، سواء كانوا الأخوة العاملين في دار زايد للرعاية الأسرية، وسواء كانوا الأخوة من ساهموا في إعداد هذا الحفل. فنتمنى إن شاء الله، وأشكر أيضا بدرجة كبيرة العاملين في دار زايد، لأن نحن كمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية نعتز ونفتخر بهذه المجموعة المميزة من موظفين في دار زايد للرعاية الأسرية، سواء كانوا أمهات أو كانوا موظفين أو مربين، والحمد لله أن هذه جهودهم أيضا تصب للصالح العام في صالح أبنائنا وبناتنا من دار زايد. أشكركم على الحضور، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي دائما على خير في حب أمنا الغالية أم الإمارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نعرض عليكم أوبريت غنائي يعبر عن اعتزازنا لصاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها. يا سمو الطيب يا المجد الكبير، يا سمو الطيب وبزوغ الزمار، فاطمة اسمك قلب الصغير،
قام معالي الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وسعادة حمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأعمال الخاصة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يرافقهما سعادة محمد حمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، بتكريم الأمهات المثاليات وتسليمهن الدروع وشهادات التقدير والهدايا التذكارية. Thank you.
هذا وقام معالي الشيخ هزاع بن طحلون النهيان في جولة خلال المعرض الذي أقيم على هامش هذا التكريم للأمة المثالية.